قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية استمرت 10 سنوات في مكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس التحية للشهداء ولأسرهم والمصابين في معركة مكافحة الإرهاب. استمرنا تقريبا 10 سنوات في مكافحة الإرهاب، والحمد لله بهني القوات المسلحة وبهني الشرطة وبهني الدولة بالجهود اللي عملتها في هذه المهمة الصعبة اللي كتير من دول العالم لم تستطيع أن تنجزها. فبرضو مرة تانية بشكركم على الروح وعلى الدماء، وبشكر الشهداء وأسرهم والمصابين اللي سقطوا في هذه المعركة من الدولة المصرية بالكامل.